في حد بعت لي سؤال بيقول لي في فترة التعارف ممكن تديني أسئلة أسألها؟ طيب، أول حاجة أنا بشوف إنه مهم جدا إن احنا نسأل أسئلة زي أنت بتتعامل إزاي وأنت زعلان، وأنت متضايق بتتعامل إزاي، عندك مشاكل في الثقة والأمان، يعني بتثق في اللي حواليك بسهولة وبتديهم الأمان ولا بتشك؟ طيب، بتاخد القرارات أو هناخد القرارات احنا الاتنين لو ربنا وفقنا ازاي مع بعض؟ يعني بمعنى أصح كده، هل القرارات هتكون راجعة ليك انت أول عن آخر، ولا هتاخد رأيي كاستشاري، ولا رأيي هيكون بالنسبة لك مساوي لرأيك؟ بتحتاج قد ايه وقت عشان تقعد لوحدك تهدى وانت زعلان؟ ايه افكارك حوالين الديون؟ هل انت بتحب ان نكون متدينين مثلا، ولا انت بتحب تخلص اللي علينا اول باول وما بتحبش الموضوع دوت؟ انت اديني بس امثلة كده عن، يعني انت متخيل احنا هنقضي الوقت اللي هو الفاضي بيننا وبين بعض ازاي؟ يعني اديني اقتراحات كده لامور جت في دماغك ان انا وانت ممكن نقضي بيها الوقت الفاضي. انت سريع التسامح، ولا اقعد اطلع وارقص واتهبد واتشال واتحط قدامك وانت ما تسامحنيش؟ ايه الفلوس الكفاية اللي تخليك ما تقلقش وتحس بالتوتر؟ يعني مثلا ان انت لازم يكون مثلا في 200-300 الف في البنك عشان تبقى يعني حاسس ان احنا مأمنين الدنيا، ولا ينفع ان احنا نعيش اليوم بيومه وعشرة جنيه في الجيب وزي الفل؟ ما تقولي كده الدور اللي اهلك هيلعبوه في حياتنا، هل هيكون ليهم تأثير مهم وعميق وهيتدخلوا في كل حاجة، ولا انت شايف هيبقوا ايه النظام؟ يعني هيبقى ايه الدنيا؟ هنبقى منعزلين عنهم؟ هنبقى يعني مقربين منهم ازاي؟ وانت نفسك في اولاد، ولاد بس، ولا ولاد وبنات؟ ولا يعني المشكلة دي هتبقى لو انا ربنا كرمني ببنات مثلا، هل دي هتبقى مشكلة بالنسبة لك، ولا الموضوع بالنسبة لك عادي؟ انت بتحلف بالطلاق كتير وده حاجة عادية عندك، ولا لا انت مقدر يعني قيمة العلاقة وانت فاهم كويس قوي ان هي ما ينفعش تبقى سهلة كده ان انت تقول على الطلاق او الكلام دوت؟ لو في خلاف بيني وبين والدتك انت هتعمل ايه؟ ولو الخلاف ده وصل انه كان في مشادة بيني وبينها، انت هتتصرف ازاي؟ هل في يوم هتمنعني من زيارة اهلي، ولا ده مستحيل وما بتفكرش في كده؟ ايه رأيك في ضرب الراجل للست؟ وايه المواقف اللي ممكن تخلي راجل يمد يده على ست؟ قولي يعني تفاصيل كده عن علاقتك بأهلك والحدود اللي بينك انت وبين أهلك، ولا مفيش اصلا حدود وان اهلك متدخلين في كل تفاصيله كبيره وصغيره في حياتك؟ انت مهتم برأي الناس في علاقتنا؟ يعني لما ابقى انا وانت برا انت مهتم قوي ان الناس تقول انه انت حاكم مراتك، ولا ده عادي ممكن يعني ما يبقاش ليه اهميه بالنسبه لك؟ ايه اكتر حاجة بتخاف منها عامة في المستقبل؟ لو انت في موقف صعب وهتختار
بيني او بين مراتك وبين نفسك، هتختار مين وليه؟ لو انت عندك فرصة ان انت تدخل في احلام الناس اللي حواليك، مين اول شخص هتدخل في احلامه وليه؟ وعايز تعرف عنه ايه؟ وهل انت من الشخصيات اللي عادي جدا انها تخترق الحياة الشخصية لواحد تاني، ولا انت عندك حدود في الموضوع ده وهترفض الفرصة دي؟ لو في فترة الخطوبة ما حسيتش ان احنا مرتاحين لبعض، هتفسخ الخطوبة مباشرة ولا هتدينا فرصة تاني؟ ممكن تحط لخطيبتك او مراتك فيما بعد حدود في علاقتها مع الاخرين، يعني زي مع زمايلها وزمايلها في الشغل ومع اهلها، ولا لا؟ ممكن لبس يتسبب في ان انت تفسخ الخطوبة؟ ايه حدود المساواة بين الراجل والست برضو في نظرك؟ لو انا مضايقاك كخطيبتك او كمراتك فيما بعد، وطلبت منك طلب واحنا متضايقين او متخاصمين، هتعملهولي ولا كأني ما تكلمتش؟ وهل انت بتتعامل بالاسلوب ده في حياتك عامة؟ يعني مثلا لو انت متضايق من اهلك وهم طلبوا منك حاجة، هتعملها ولا هتختار بالعند ما تعملها لهمش؟ تمام. نفسك تسافر برا؟ طيب لو هتسافر هتاخد رأيي، ورأيي ده هيكون بيحدد اذا كان اصلا هيحصل السفر ولا لأ، ولا رأيي ده تحصيل حاصل وانت قرارك هو الاساس؟ طيب تعالوا بقى نشوف الراجل ممكن يسأل البنت ايه. احنا يعني اغلب الاسئلة اللي فاتت كانت على البنت تسأل الراجل، تعال نشوف الراجل بقى. اول سؤال، ممكن تسمحيلي بالتدخل في حياتك الخاصة وشؤونك والعالم بتاعك، ولا انت عايزة الدنيا تبقى كل واحد ليه حدوده في العلاقة؟ ولأ انت ما تسألش على دي حاجات خاصة ودي حاجات عامة الجو ده، ولأ مالكش دعوة بصحابي، ولأ بيني وبين اصحابي البنات مالكش دعوة، الموضوع ده ما تدخلش فيه، واللي بيني وبين اهلي مالكش دعوة بيه. هل ده عندك ولا ايه الدنيا فيه؟ ايه حدود في التدخلاتي؟ شايفاني ينفع اتدخل لحد فين؟ طيب انت مثلا لو عايزة تعملي مثلا صيانة لعربيتك مثلا، هتتصلي بكل اللي تعرفيهم الرجالة عشان يساعدوكي، ولا هتاخدي العربية وتروحي تصلحيها بنفسك؟ يعني بمعنى اصح كده، بتعتمدي على نفسك ولا بتنتظري الناس تعملك الحاجات اللي انت عايزاها؟ طيب لو حصل مشكلة هتتصرفي بحكمة وهدوء، ولا هتسيب البيت اول قرار هيجي في دماغك كده تشعلليها وتسيب البيت؟ هل ممكن ان انت تسمحي لحد من عندك او حد قريب ليكي يتدخل في البيت عندي ويديكي رأيه، وانتي تحكي له تصرفاتي الشخصية اللي بيني وبينك، وتخليه يقول رأيه فيها ويقيم تصرفاتي دي، ولا انتي لا شايفة ان البيت ما ينفعش حد يعرف عنه حاجة؟
نزلتك المفضلة ان انتي تتمشي مثلا زي البنات كده في السوق وتروحي مشترى اي حاجة لما تبقي متعصبة، ولا ايه اخبارك مع السوق والشراء؟ بتحبي ان انتي تقضي وقت كبير قدام التلفزيون والمسلسلات وتبقي منتخة كده، ولا الموضوع ده متوازن عندك شوية؟ طيب مين الشخص او الاشخاص القريبين ليكي اللي انتي بتجري عليهم اول ما يكون عندك مشكلة؟ ويا ترى بيكون تدخلهم ازاي؟ يعني هما ممكن ان هما يطبطبوا عليكي وخلاص انتهى الموضوع، ولا بيبدأ ان هما يتدخلوا في حل المشكلة بشكل يعني يروحوا معاكي مثلا ويتكلموا مع اللي بينك وبينه مشكلة، ولا بتسمعي رأيهم وتنفذيه، ولا بيروحوا محللين لك المواقف وانتي تاخدي على اساسها تصرفات على اساس رؤيتهم هما وتحليلهم هما؟ طيب انتي شايفة انه الجواز الناجح شكله ازاي؟ ايه رأيك في الراجل؟ ايه الصفات اللي انتي شايفاها في الراجل تناسبك؟ انتي شايفة ان الحب بيعتمد على القلب بس، ولا على القلب والعقل؟ لو انا ما جبت لكيش هدية في الفالنتاين مثلا او في اي مناسبة، هتتصرفي ازاي؟ ويا ترى هتديني عذري لو كان ليا يعني عذر مقبول؟ هتديني عذري ولا هيبقى فيه حالة من النكد وحالة من حسب تصرفك؟ وتاني حاجة، لو انتي لقيتي ان انا ما عنديش عذر وما عنديش مبرر ومجرد ان انا نسيت، هل ده هيكون مقبول، ولا هتشوفيه عدم اهتمام وعدم تقدير؟ طيب في رأيك ايه الأسباب اللي تخلي الست تطلب الطلاق من جوزها؟ في رأيك العلاقة ما بين الست والراجل جوه البيت في الحياة المادية تكون ازاي؟ هل في حاجة اسمها فلوسي وفلوسك ودول الاتنين منفصلين، ولا الاتنين مع بعض؟ وهل انتي شايفة انه من الافضل ان انتي تحوشي على جنب مبلغ، ولا ان كل حاجة تبقى قدامنا احنا الاتنين يعني؟ والأهم، انتي شايفة مين اللي يدير البيت ماديا؟ حابة انتي يعني تكوني انتي اللي بتدير البيت من ناحية الفلوس وانتي اللي بتظبطي الأمور وانا بديكي المرتب وانتي تظبطي الدنيا، ولا ايه؟ ولا تكون الإدارة بينا مشتركة مثلا، ولا انتي تسيبيلي الدنيا؟ طيب بالنسبة للأطفال، لما ربنا يكرمنا بالأطفال، انت شايفة ان القرار الأول والأخير في حياة الطفل وفي مصيره وفي الدنيا بتاعته هيكون ليا ولا ليكي؟ ولا انت طبعا في ان انت تشوفي ان الموضوع ممكن يكون مشترك ما بيننا احنا الاتنين؟ طيب هل انت شايفة انه ينفع ان انت تخبي عني امور خاصة بالولاد؟ يعني لو الولاد مثلا عملوا غلطة أو أي حاجة تروح أنت مداري عليهم وما تقولي ليش، ولا أنت شايفة أنه ده ما ينفعش ولازم تقولي لي كل حاجة؟ طيب أنت شايفة أنه في حاجة اسمها كرامة في الحب، ولا الحب ده شيء مفهوش كرامة؟ أو كلمة كرامة دي مش يعني مش لفظ مناسب في العلاقة اللي احنا بنحب فيها بعض؟ طيب لو انت حسيتي مني ان انا
في وقت مش قادر اكون ببدرك وبديلك نفس الشعور، ويعني كان دماغي مشغولة شوية. هل ده بقى هيتقابل منك بغضب؟ هل هتعملي ايه؟ هتتصرفي معايا ازاي؟ طيب انت شايفة انه الحب بيقل بعد الجواز؟ طيب انت اخبار تأثير صحباتك عليكي ايه؟ ممكن اسألك، هو انت ايه اللي بتحكيه من حياتك اللي هو في البيت دلوقتي لصاحباتك؟ يعني مثلا لو باباكي اتخانق معاكي بتتصلي بصاحبتك تقوليلها ولا لا؟ هندخل على شوية اسئلة هي الى حد ما اسئلة عن الاسرة. زي مثلا هنبدأ بسؤال، وده للطرفين، لو انت مامتك قالت لك حاجة هتفكر فيها وبعدين تشوف اذا كانت مناسبة ولا لا وتنفذها، ولا هتنفذها على طول ده كلام امي لازم امشيه، ولا مش هتهتم اصلا طالما انت شايف نفسك صح؟ طيب مامتك في العادي بتشوف امور حياتك وتروح كده يعني تنخشك تقولك لا بص ما تمشيش مع فلان، لا ما بص ما ينفعش ان انت تصاحب الواد دوت لان الواد ده مش كويس، بلاش تعمل التصرفات دي، بلاش تروح المكان ده، بلاش تسمع الاغاني دي، بلاش تعمل كذا، ولا لا؟ وهل لو مامتك عملت كده انت استجابتك للموضوع هيكون ازاي؟ طيب اخواتك، لو اختك قالت لك حاجة من وجهة نظرها، مثلا هفترض ان انت مصاحب واختك قالت لك ان صاحبتك دي شمال، هتاخد كلام اختك مصدق بيه ومن غير ما تفكر تروح قاطع العلاقة، ولا هتحاول تفهم ايه الموضوع وتشوف ليه اختك بتقول كده وتحاول انك توزن الامور بعقلانية، ولا انت لا انت شايف ان يعني انت هتاخد الرد التاني اللي هو اختي قالت كده يبقى كده؟ طيب لو انت اختلفت انا واخوكي على اي امر ايا كان، هل شايفة انه مثلا الخلاف اللي بيني وبينه يأثر على علاقتي انا بيكي ولا لا؟ وهل هتفصلي ولا لا؟ ونفس الكلام انت كمان تسألي، لو انا مختلفة مع اختك هل هلاقيك في البيت قلبها لي خناقة وحريقة ولا ايه؟ طيب سوري، علاقة باباك بمامتك ممكن تحكيلي عنها شوية؟ السؤال ده مهم. ليه بقى؟ لان الانسان من الكائنات اللي بتحب دايما تتعلم من مصدر. اول مصدر والمصدر الاساسي لتعليم اي حد فينا ايه هو نظام الجواز هو الاب والام، لان دول الاتنين المتجوزين اللي قدامك، فطبيعي من غير ما تقصد هتلاقي نفسك بتتعلم منهم، هتلاقي نفسك لقطت حاجتين تلاتة، فلازم تعرف اللي قدامك ده تفكيره ايه في الجواز او ناقل ايه من ابوه وامه. فعشان كده لما بتقول السؤال ده بيديك تصور عام عن اللي انت هتقابله. وكتير مننا بيقلد تقليد اعمى لنموذج ابوه وامه على فكرة، يعني الموضوع ده مش سؤال بيدخل في خصوصيات البيوت، لا ده سؤال مهم جدا، وسؤال المفروض كمان ان هو يبقى من اولوياتك ان انت تسأله، ومن اولوياتك انت كمان ان انت تسأليه. طيب طبعا الراجل بيبقى شايف انه اخته ووالدته مثال،
او بيبقى شايفهم ان هم يعني قدوة شوية. فطبيعي البنت تسأل انت اختك ووالدتك علاقتك بيهم ازاي؟ طيب انت شايف انه في اختلاف بيني وبين اختك مثلا في اللبس، بيني وبين اختك في الثقافة، بيني وبين اختك في التفكير؟ انت عارف ان الاختلاف ده ممكن يعني يكون شوية مش مريح ليك قدام؟ انت مستوعب الاختلاف ده واضح قدامك ولا انت مش شايفه؟ انا يعني انا اختك ست محترمة وتمام وزي الفل، بس انا مش زيها، انا مثلا بلبس منفتح عن اختك شوية، فهل ده بالنسبة لك يمثل مشكلة؟ وهكذا. لازم الأسئلة دي يبقى فيها صراحة شوية، وخاصة الأسئلة العائلية. ليه؟ لأن الأسئلة العائلية بتبقى أسئلة جارحة أو مش جارحة، في إحراج في الرد فيها، بس مع ذلك هي أسئلة نقدر نقول إن هي بتسبب مشاكل كتيرة جدا. يعني في ولد بيبقى شايف إن أخته هي المثال في كل شيء، النموذج اللي لازم اي بنت تبقى عليه، فيلاقي بقى ايه المدام اللي اتجوزها او مراته مش بتعمل قوي زي اخته، فاول كلمة يقولها لها ايه؟ ما تشوفي، شو هو في ست كمل زي اختي؟ يا شيخة روحي اقعدي معاها اتعلمي منها، ما تبص لها اتعلمي منها. فانتي لازم تسألي هو عنده المشكلة دي ولا لأ؟ تمام؟ طيب في بنات بتبقى معقدة من أخوها، يعني مثلا أخوها بيبقى مزودها حبتين، بيبلطج عليها في البيت، ما تلبسيش ما تعمليش ما تسويش مش عارف ايه، فهي عايزة ولد عكس صفات أخوها، وهي بقى طول الوقت متحفزة لك انت اللي هو ايه، انا هسكت لك تروح عامل لي زي الاخ اللي عندي في البيت اللي انا كان، لا لا لا، وتروح واقفلك على الواحدة. هي فاهمة ان اخوها مش هتعرف تاكل معاها حق ولا باطل، لكن معاك انت هي متخيلة ان ايه، ان هيبقى في حوار وجذب وشد ومش عارف ايه والكلام دوت. فانت برضو محتاج تسألها هو انت ايه علاقتك باخوكي؟ هل في مشاكل بينك وبين اخوكي؟ طيب مفيش مشاكل بينك وبين اخوكي، تمام. طيب انت شايفة اخوكي هيبقى رقم كام في حياتنا؟ في بنات بتشوف ان اخوها اعلى من جوزها، حتى بعد الجواز، اخويا مرتبة اولى وانت بعد كده تيجي في المرتبة التانية، انت بقى انت مناسب ليك الوضع ده ولا لا؟ ما انت ما تتفاجئش مثلا ان انت وهو مثلا موجودين في مناسبة فتلاقيها هي معاه هو منفضلك انت، تروح زعلان، لا ما انت لازم تعرف من البداية، تمام. احيانا مثلا لو في اي حاجة ولا بتاع تروح هي ايه عايزة تقعد مع اخوها اكبر وقت وانت مهمش. ليه؟ لان هي شايفة ان اخوها يعني نمبر وان في حياتها، رقم واحد في حياتها. لازم تسألها وتعرف اذا كان اخوها رقم واحد ولا اخوها يعني عادي، الموضوع عادي معاه. عايز اقول لكم انه الاسئلة دي يمكن تبان بسيطة، بس انا حاولت ان انا اجمع حالكو بصورة تفتح جوه ذهنك امور كتيرة. الاسئلة دي مش نموذجية، انا مش حطيتها في صورة امتحان او في نتائج معينة، لانه اي نتيجة فيها صح على فكرة، مفيش حاجة اسمها السؤال ده اجابته كذا، تمام. عايزة بس اضيف حاجة، نقطة الديون والتعاملات المادية، في ثقافة عند بعض الشباب
انه يستلف عشان يتجوز، ومش عارف يعمل ايه عشان يصرف على بيته وهكذا. وتلاقي ايه ان انت جوزك مغرقك في سلسلة من الديون اللي بتضطروا بعديها تتنازلوا عن احيانا كرامتكم، وانت بتشحتي من اهلك او بتشحتي من اهله. فدي نقطة مهمة جدا ما تستهونوش بيها في ان انتوا تسألوا عليها. طيب هو انت ايه وضعك في الديون؟ هل انت عندك فكرة ان احنا نتداين لحد ولا لا؟ طب ولو هنتداين دي انت ايه هتمشيها ازاي؟ عندك طريقة يعني مصدر دخل تسدد بيه الديون دي، ولا هتلبسني فيها، ولا ايه وضعك انت؟ ده سؤال مهم جدا. انا حاولت ان انا الفت نظركم لحاجات كتيرة زي ما قلت لكم. اتمنى ان انتوا كمان يعني المواضيع دي تبقى فتحت في ذهنك كذا حاجة. وخد بالك ان الاسئلة اللي انت بتسألها قبل ما تقول او لا، دي اهم اسئلة لحياتك كلها اللي جاية. لانه لو الاسئلة دي انت ما سألتهاش او ما اهتمتش بالاجابات اللي اتقالت لك فيها، هتلبس، هتتخوزق، هتتصدم. لو انت ما اهتمتش بان انت تسأل اسئلة من النوعية اللي انا قلتها لك دي، هتلاقي ان كل حاجة بتحصل بعد الجواز هي مفاجآت، وانت ونصيبك هي المفاجأة سارة ولا المفاجأة نيلة على دماغك. لا مؤاخذة يعني في التعبير، انا راجل محترم سوري يعني. خلي بالك انه الارتباط قرار مش سهل، قرار انت بتربط فيه حياتك بحياة شخص تاني، وده لازم انك تعصر اللي قدامك وتخلي اللي قدامك يعصرك عشان تبقوا مطمنين 100% قبل ما تاخدوا القرار ان انتوا خلاص هترتبطوا ان انتوا واخدين قرار صح. مفيش مشكلة انك تقعد تسأل كتير، ايه المشكلة يا عم؟ الاسئلة مش بفلوس على فكرة، مش هيقول لك كل سؤال بخمسة جنيه. اسأل يا حبيبي، اسأل يا ماما، وكل ما يجي حاجة في بالك اسألي اسألي اسألي. كتر الاسئلة بتوضح امور كتيرة، وممكن حاجات توضح تلاقوا نفسكم ما تقدروش تتعايشوا معاها. يعني في سؤال الى حد ما، السؤال ده مثلا دلوقتي في رجالة صراحة جدا في اجابته، تقولي له انت ايه نظامك في تعدد الزوجات؟ يقول له انا عايز اتجوز زوجة تانية، انت ايه رأيك في الموضوع؟ مع برضو مع يعني انت ايه، هتستقبلي الموضوع ولا لا؟ على فكرة ده بقت منتشرة دلوقتي، انه في شباب كتيرة جدا بتقول لا انا مش، انا من البداية كده مش هتكفيني زوجة واحدة. ف يعني في مواضيع كده لو اتثابت وخدتيها على عماكي هتاخدي الخازوق المغري. وانت كمان على فكرة اوعى تتخيل ان الفيديو ده للبنات بس يا حبيبي، لا لا لا، الموضوع برضو يخصك انت كمان، لانه في خوازيق مغرية انت مش هتستوعبها غير لما تلبس. اول خازوق مغري صاحبتها دي، ممكن تطلع اسرارك الداخلية في التليفون مع صاحبتها، تبقى قاعد كده فاهمني في امان الله، وتلاقيها بتقول لها الو شفتي شفتي النهاردة كان لابس بوكسر ازرق. صدقني ممكن ده بيحصل على فكرة، انت مستهون. لا دي صاحبتها ممكن تقول لك لما تقابلها كده ما يصحش اللي انت عملته معاها ده، ايه ده، في حد يعمل كده يا رجل؟ وانت نعم يا اختي، دي كانت كلمة سر بيني وبينها في قط النوع، بس لا هي اتنقلت، اصل كان في بس مباشر. ما هو انت ما اهتمتش تسأل، وهي بالنسبة لها الموضوع ده عادي. انا شخصيتي انا ما بخبيش حاجة عن اصحابي، انا كل حاجة اصحابي لازم يعرفوها، يعني لازم يعرف. لو انت بصيت لي والله ما يحصل، لازم اصحابي يعرفوا ان انت بصيت لي النهاردة. خلي بالكم
وفي امور بعد الاسئله دي، مع الاسئله دي مش نهايه الحوار، عشان نبقى واضحين. انت خدت الاجابات، تمام، حلو جدا، انا فكرت في الاجابات. طيب في حاجات هينفع اني انا استحملها، في حاجات هينفع ان انا اتناقش مع الشخص اللي قدامي فيها وافهم منه اكتر، وفي حاجات هحاول ادي مهلة. مهلة لايه؟ يتقنعني يقنعك بيها، يا انت تخليني اوافق او اشوف انه صح، انت وجهة نظرك صح وانا اللي كنت غلطان، فانا معاك ماشي اعمل اللي انت بتقوله دوت، يا اما اقنعك انا، يا اما تكون النهاية بتاعت العلاقة وكل واحد فيكم يروح لحاله، لانه العلاقة دي قدام مش هتنفع. اللي كان بيسألني على اسئلة الارتباط، اديني يا عم جاوبتك. اي حد عايز يسأل على اي حاجة تاني يبعتها لي في الكومنتات، وباذن الله هعمل لك حلقة خاصة بيها. واخونا اللي بيتكلم ورا دوت اللي بيقول انت حلقاتك كلها مش عارف ايه، يتهيألي ان محتوى الحلقات يا جدعان انا بحاول انه يكون بيخدمكم، بحاول ان اقول معلومة مفيدة، ممكن يكون خايني بعض التعبيرات، بس لان انا بتكلم مع فئة الشباب، الفئة اللي في سني واللي بالنسبة لهم اللغة دي هي لغتهم واللي بيتكلموا بيها بشكل طبيعي، انا بستخدم نفس التعبيرات اللي احنا بنتعايش بيها في الحياة اليومية. وعلى فكرة انا المحتوى بتاعي مش هتلاقوا فيه حاجة خارجة عن حدود الادب. اسمع المحتوى وما تبصش على العنوان او الصورة المحطوطة، انا بستأذنك ادخل قول لي انا المحتوى في 1 2 3 انا هحترمك، لكن تدخل تشتمني يا راجل، طب انا احترمك ازاي ما انت شتمني يعني بذمتك انت انا معلش عايز اعقلها كده في دماغي، معلش كده، انت داخل تشتمني وانت المحترم وانا قليل الادب يا راجل يا راجل، انت مصدق الكلام دوت؟ انا نفسي يعني انه الناس دي ما تتعبش نفسها، لان انا مش هبطل المحتوى بتاعي، بالعكس انا مقتنع جدا بالمحتوى بتاعي وبشوف انه في ناس بتستفيد منه. على فكرة انا مش هدفي الاساسي، عشان برضو ما تغنوش في النقطة دي، انا مش هدفي الاساسي يا سيدي ان انا استفيد، انا بفضفض وبحكي وبقضي وقت حلو ولطيف مع الناس، واتمنى ان الناس تكون بتقضي معايا وقت لطيف. انا ما بعلمش حد حاجة وما عنديش منهج ثابت، انا زي ما بتطلع معايا بطلع افضفض مع الناس. اتمنى ما تكونش عندك مشكلة مع الفضفضة اللي انا بفضفضها، لو عندك مشكلة مع الف سلامة، بصراحة انا ما عنديش وقت اقعد احكي معاك تاني. ايه ده انت هتقعد ترخي معايا يا عم؟ استغفر الله العظيم يا رب. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب والحاجات اللي هم بيقولوا عليها دي، عشان مش حافظها. ايه ده يعني خلتونا ناخد 2 زيادة عشان اقول كلمتين فاضيين ما لهمش لازمة؟ ايه ده، وبفكرني عايز اقول لك انا حاجة، وانت سألت لمؤاخذة البنت اللي انت بتحبها الاسئلة دي، ولا انت الاسئلة دي بالنسبة لك قمة في قلة الادب؟ اسيبكم، ولو في اي حاجة عايزين تقولوها انا مستنيكم في الكومنتات. ومعلش طبعا ان انا بأفور شوية، بس انا بحاول ان انا ايه اهزر واضحك معكم يعني.